طبعا في البدايه برحب بيك يا كابتن اسلام، واكيد بضيفك في الاستوديو الاستاذ عصام شلتوت، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ويعني ما زلنا متواجدين يا كابتن اسلام طبعا معاك في تغطيه خاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي من داخل خيمه الانتخابيه، وما زالت يعني عمليه الفرز مستمره حتى الان. وكمان يمكن معايا في هذه اللحظات طبعا استاذ محمد الغزاوي، طبعا المرشح ل يعني عضويه مجلس اداره النادي الاهلي. اكيد في البدايه يا استاذ محمد برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا خليني بقى اروح مع حضرتك بقى دلوقتي يعني الاحوال جوه الخيمه الانتخابيه. طبعا يمكن عمليه الفرز ما زالت مستمره، جهود كبيره جدا طبعا من الجهه الاداريه، لجنه القضاء، وكمان يعني جميع المستشارين. الاول احب اسلم على كابتن اسلام الشاطر وعلى الاستاذ عصام شلتوت. طبعا يوم طويل واليوم ماشي كويس قوي الحمد لله. الجهه الاداريه والساده المستشارين، اللجنه اللي بتشرف على الانتخابات قايمين بدور كبير جدا جدا جدا، لان جمعيه عموميه كبيره حوالي 23000 22000 وشويه. يعني زي ما اعضاء النادي الاهلي دايما عودونا، جمعيه عموميه عودتنا انها دايما بتحضر بكثافه يوم الانتخابات، دايما بيحب يرسموا مستقبل النادي الاهلي بنفسهم. فيوم طويل، يوم زحمه جدا، قاموا بدور كبير جدا في الانتخابات الجهه الاداريه واللجنه اللي بتشرف على الانتخابات. وزي ما بنتوقع منهم دائما ان اليوم بيعدي بسلام وبهدوء دون اي مشاكل الحمد لله. طبعا حضرتك اتكلمت عن نقطه مهمه جدا، وهي تواجد اعضاء النادي الاهلي بكثافه. طبعا عدد كبير جدا شفناه النهارده من اعضاء النادي الاهلي، يمكن مش بس يعني في ساعه معينه، لا ده من الصبح بدري جدا، من الساعه 6 الصبح 7 الصبح شايفين اعضاء النادي الاهلي بتتوافد بكثافه يعني على مقر النادي. يعني كان مشهد جميل جدا، وهو ده النادي الاهلي، يعني هو ده النادي الاهلي انه كل اعضاء الجمعيه العموميه دول يكونوا متواجدين، وكمان عشان ينجحوا طبعا الانتخابات واعضاء الجمعيه العموميه. والله انا تواجدت في النادي على الساعه 8:30 الصبح، لقيت اعضاء النادي الاهلي متواجدين اوريدي يعني في النادي بكثافه شديده جدا. واول ما الباب فتح الكميات اللي دخلت من الاعضاء في بدايه اليوم كانت اكتر من ما كلنا توقعنا، ولكن دايما اعضاء جمعيه عموميه بيفاجئونا دايما بكل حاجه جديده. يعني النادي الاهلي اعضاء جمعيه عموميه دايما هم اللي بيفاجئونا بكل حاجه جديده. واتمنى ان شاء الله باذن الله ان النجاح للقائمه كامله ان شاء الله، علشان نقدر نشتغل كلنا مع بعض في البرنامج اللي احنا كلنا متفقين عليه، ونشتغل كلنا بأريحية مع بعض وفي تجانس. وان شاء الله يعني همتلي هانت قدامنا ساعة ساعة ونص ونتائج تطلع، فأتمنى ان شاء الله بإذن الله النجاح للقائمة كاملة. محمد طبعا يعني بناء على تصريحات دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي انه الاصوات وصلت ل يعني 22000 صوت من الجمعيه العموميه، يعني رقم يعني ما شاء الله طبعا كبير للجمعيه العموميه. يمكن الجمعيه العموميه النهارده بتضيف نجاح على نجاح النادي الاهلي. يمكن طبعا النادي الاهلي يعني مستمر طبعا في النجاحات والتطويرات وفي الانشاءات طبعا داخل جميع فروع النادي الاهلي بنشوفها في الاربع سنين اللي فاتت. كمان النهارده ده نجاح انه يعني الجمعيه العموميه تكون موجوده النهارده بالكثافه دي، نجاح كبير جدا. اعتقد الارقام اوصلت حوالي 22800 صوت، رقم كبير، بس ده زي ما قلت لك الجمعيه العموميه دايما عودتنا على كده، سباقه في كل شيء. كل ما بتحضر الناس بكثافه اكتر في الانتخابات بيدوا ثقه لمجلس الاداره القادم ان هو يقدر يشتغل، وهو عارف ان هو واخد اغلبيه اعضاء النادي بيؤيدوه، فده بيديله مسؤوليه كبيره جدا على عاتقه لان الثقه كبيره جدا فيه. في نفس الوقت بيدي اريحيه وانت بتشتغلي ان اعضاء الجمعيه واثقين في المجموعه اللي بتختارها. ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر ان احنا نكون على يعني قد المسؤوليه، ونكون على قد ثقه الجمعيه العموميه فينا، ونقدر نأدي اربع سنوات نستكمل الانجازات اللي تمت في الاربع سنين اللي فاتت من انشاءات ومن تطوير في النادي الاهلي. واحنا رصدنا خلال الفتره اللي فاتت كل المشاكل والعيوب اللي موجوده، اذا ربنا اراد ان احنا نكون موجودين ان شاء الله باذن الله نستكمل الانجازات اللي تمت ونصلح العيوب اللي كانت موجوده، اذا كان في اي اخفاقات كانت موجوده او بعض العيوب نتداركها ونقدر ان احنا نصلحها في الفتره اللي جايه، لان ده دورنا تجاه اعضاء النادي الاهلي. محمد طبعا بشكر حضرتك جدا، وبالتوفيق ان شاء الله يعني كمان ساعه ساعه ونص زي ما حضرتك قلت ان شاء الله يعني الدنيا تظهر اكتر، النتائج يعني المؤشرات هتكون طبعا ايه. طبعا بشكر حضرتك جدا وبالتوفيق ان شاء الله. انا اللي بشكرك جدا، وسعيد ان انا اكون موجود في قناه النادي الاهلي. ميرسي يا شكرا.